أكيد بعد ما تابعنا ورجعنا بالذاكرة لهالمساحة الفيروزية، لطالما شكل هالمكان معرض دمشق الدولي من خمسينات القرن الماضي أحد أهم التظاهرات الاقتصادية الثقافية والفنية يلي تميزت فيها سوريا، واليوم بيرجع المعرض بدورته 59 بالفترة ما بين 17 و26 من هذا الشهر الحالي بهي المدينة على طريق دمشق، طريق مطار دمشق الدولي، ليكون مكان ثاني نسترجع فيه أهم الذكريات. أكيد سلمى، اليوم رح نستحضر أهم ذكريات المعرض مع خبير إدارة المواقع التراثية والأثرية عبد الرزاق الحمصي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير سوريا. يسعد صباحك. يعني استاذ، بداية خلينا نسترجع معك ونرجع تحديدا لعام 1954 وأول دورة يمكن عقد فيها معرض دمشق الدولي. حنحكي على أول دورة وتاريخ المعارض، بس هيك حابب اليوم كنت كثير فرحان هيك بهالاجواء هي. دمشق حاليا عم تزهو بانتصارات الجيش العربي السوري وعم تزهو بهالمعرض هذا الناجح، يعني تزاحم الفرح، تزاحمت الانتصارات، تزاحمت الاخبار الحلوه. بقال هيك ان شاء الله دائما سوريا باقيه ومنتصره ان شاء الله. تاريخ المعرض والاسواق الدوليه، هي سوريا بموقعها الاستراتيجي خلق منها مكان ناجح للتجاره العالميه. من قبل من 5000 سنة كان في أسواق دولية، كان يجوا تجار من جنوب روسيا هلا ويجوا من مصر واليمن ويتبادلوا البضائع ويعقدوا صفقات قبل 5000، بعدين بأوغاريت نفس الشيء وبماري، وتطورت كتير بتدمر. بتدمر كان في أغورا، هاي سوق دولية، هلا المعرض هو سوق دولي واستمرت حتى في خان أسعد باشا أنتم بتعرفوه، تقريبا من 250 سنة ل 1950 كان صالة مزادات كمان سوق دولي، يجوا التاجر الأوروبي يجيب معه زجاج أقبلين والهندي يجيب بهارات ويتبادلوا، حتى سوق الإمارية كان سوق دولي اسمه سوق الهند، واستمرت حتى خان الجمرك بحلب كمان كان أسواق دولية. أما عن المعارض بالعصر الحديث بالقرن الماضي، قبل معرض دمشق الدولي 1954 كان في أربع معارض كتجارب، 1927 و28 و29 و36. صار معرض بسينما نحس سينما العباسيين بجسر فكتوريا، ومعرض بالمكتبة العادلية، ومعرض بمدرسة التجهيز، ومعرض بالجامعة. كان شارك فيه 4 أو 5 دول بس، يعني يعتبر معارض تجارب كانت كمان حلوة. بس التجربة الرائعة طبعا هي 1954 اللي كانت الافتتاح الأول لأول معرض، وكان مفاجأة كمان، هي افتتاح أول معرض 1954. يمكن عم تاخذ الكاميرا، هي أخذت الكاميرا. وزار هذا المعرض بأول سنة 1,000,000 زائر. نعم، 1,000,000 زائر بهذاك الوقت، كون سوريا ما فيها بنية تحتية وأوتيلات كافية كانت تحدي، كانوا رجال أعمال يستضيفوا الأجانب ببيوتهم، واستمر النجاح، وكل سنة عن سنة كان يزيد أعداد. بالسنة 57 كمان كانت دورة قوية جدا، تجاوز العدد 2,000,000. وهون في وثيقة لافتتاح المعرض بمجلة القبس 1957، الدورة الرابعة، هاي زارة بحدود 2,000,000، تجاوزوا 2,000,000. وعم نحكي 2,000,000 بهذاك الوقت فعلا تحدي، رقم كتير كبير، كبير وتحدي كبير، بس كانت دورة ناجحة وعقدت فيها. كان هي المعرض دمشق الدولي هو عبارة عن تشبيك عالمي أو تلاقي، كنا نجمع القارات كلياتها بهالمعرض. كان مو بس صفقات مع السوريين، من وقت يجوا عدة جنسيات يشاركوا ويعقدوا صفقات مع بعض، يعني حتى كانت قيمة صفقات ويعقدوا اتفاقيات اقتصادية ضمن معرض دمشق الدولي، مثلا ألمانيا تعقد اتفاقية مع الهند، أمريكا تعقد اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي ضمن معرض دمشق الدولي. لذلك نحن عاملين كنا تشبيك أو تلاقي أو جمع القارات كلياتها مع بعضها ضمن هالمعرض. واستمر المعرض بنجاحه الفني والاقتصادي لحتى صار في دورات بالسبعينات، كان في دورات رائعة جدا، مثل ما هلا دمشق عم تزهو بانتصارات الجيش. بعد سنة 73 بعد حرب تشرين، دورة المعرض عام 1974 و75 و76 كانوا أنجح الدورات. نعم،
تتصوري انه تجاوز عدد الزوار 3 مليون كل سنة عن سنة عم بيزيد العدد عم يزيد كان. وعم تزدهر وكثير وكان هو عالمي عالمي بكل معنى الكلمة يعني كان ينتظروه كثير واستمرت وكان عم يزداد عدد المشاركة لحد عام 1986 كان أكثر عدد دول مشاركة 63 دولة المشاركين رسميا كدولة غير الشركات يعني مع الشركات تجاوزوا 100 بس 63 دولة شاركوا 1986 واستمرت المعرض واستمر الفرح وكان مدته شهر كان يزدهر الاقتصاد بشكل قوي بالإضافة هلا كنتوا حاطين فيروز عم تذكرونا بالمعرض فيروز نصر شمس الدين وفنانين وكان أنا بتذكر الأسماء كمان في فرق عالمية كانت تجي هلا مثل الملعب كرة السلة البلدي اللي كان مجاور للمتحف تحت جسر الرئيس كان في ملعب كرة السلة البلدي قالوا له كان تجي فرق تزلج على الجليد روسية يعني كان في نشاط فني عالمي على الضفة الثانية لمعرض دمشق الدولي كان في سيرك عالمي تجي فرق من كل أنحاء العالم وتعرض سيرك بتمنى يتكرر هون السيرك كمان يعني بالسنين القادمة يعني سيرك عالمي كنا نحن كأطفال الطفل ويشوف الحيوان كيف عم يتصرف هذا كان كمان ممتع كان في سيرك عالمي هي بتمنى انه يرجع استمرت نجاحاته لا شك انقطع هالخمس سنين بفترة الحرب انا كنت واثق كمان كنت دائما اقول على الاخبارية الفرح قادم وسوريا باقية منتصرة وسوريا انتصرت ما اقول باقية منتصرة هلا انتصرت وهي بشاير النصر هي اهم بشرى لبشاير النصر عم شوف انتو تغطيتكم الحلوة اللي الاعلام الوطني والاعلام العالمي عم يغطي المعرض يعني عم تتزاحم الاخبار انتصارات الجيش والزحف اللي صار على هالمعرض هذا هذا الزحف انا بقول انه الناس جاية تساهم بهذا الفرح بهذا تساهم النصر. بالنصر تماما هذا قطار النصر انطلق بقال والحق باين والباطل باين الحق باين صار باين واضح جدا بقال الكل راكب يركب القطار تبع النصر وهذا أحد المحطات المهمة أكيد يعني خلفنا أستاذ هاي الأبجدية أستاذ عبد الرزاق خلفنا مو فقط الأبجدية خلفنا 43 علم لدولة مشاركة هذا رقم مانو قليل لسوريا بعد 7 سنين من الحرب هذا شيء كتير مهم نحن عم نحكي يمكن حضرتك قلت بالمعرض بال54 كان في مليون حدا مشارك نحن باليوم الأول من معرض دمشق الدولي كان أكثر من 800 ألف وهذا رقم ما مهين أبدا ما حدا قدر يطلع يمكن ورغم هيك كان في 800 ألف متواجد هذا رقم مانو قليل حكيت طبعا. عن أهم الأشياء يمكن اللي كانت متواجدة خلينا نرجع نحكي كمان عن بعض الأشياء مثل الطوابع البريدية اللي كانت طوابع متواجدة تماما ناحيك موجودين تمام فينا نشوف سوا نستعرض على الكاميرا بعض هاي بطاقة يا نصيبة اللي بإيدك أنسي فرح مدام فرح هاي كان حق ليرتين 1959 قديش كانت الجائزة الكبرى 15 ألف إذا بتعرضيها كمان هي لوحة لوحة بس مين كان الربحان وقتها؟ ما عارف هي ربحانة ولا لا كمان وفي هدول بطاقات بريدية كانت تطلع بفترة المعرض بعتقد هدول بس عم ياخذوا بالبداية البطاقة لي نصيب وفكرة يعني أنا 10,000 وقتها كان رقم كتير 15,000 10,000 بطاقة 15,000 مو هيك كاتبين الجائزة كانت تزدهر الفن التشكيلي بالمعرض على فكرة الفن التشكيلي كان موسم للفن التشكيلي حتى لوحات النحت ولوحات الرسم حتى أنا مقتني شيء من المعرض أشياء من المعرض كتير كان الفن التشكيلي كتير يزدهر فترة المعرض يعني هذه تصميم البطاقات اللي أنا أصيب وتصميم الطوابع وهلأ طلع طوابع بالبريدية وطلع بالمناسبة المعرض طوابع جديدة طوابع حلوة وبطاقات بريدية وكان يجي فنانين يعني حتى فنانين تشكيليين من العالم يجوا وكان يجي كان بعد تذكر كان في فنان وموجودين بأرشيف المعرض كان في فنان عالمي يرسم لوحات ويتركها بالمعرض حلو ان شاء الله يعني مثل ما بنقول استاذ عبد الرزاق لما بنقول انه هو فعلا اكبر تظاهره اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه هو فعلا
بهذا الحجم وأكبر كمان. مثل ما تفضلت وحكيت، أعداد هائلة كانت تزور المعرض، إن كان من 3 ملايين وإن كان 4 ملايين وحتى اليوم. فأدي اليوم كمان ما خف يمكن هذا الشوق إنه كيف بده يكون المعرض قبل أيام من افتتاحه، كيف كان استعداد السوريين وكيف شفت اليوم الاستعداد؟ هلأ دائما كان في استنفار لموسم هالفرح هذا. وأنا سبق ذكرت عن الإخبارية أنه الاقتصاد تبع دمشق بشكل خاص وسوريا بشكل عام يزدهر 20 ضعف في فترة المعرض. نعم. يعني أنا كمان كنت ذكرتها بالهلأ، كانت خرجيتنا فرنك أبيض، بالمعرض تصير ليرة فضة. نعم. يعني 20 ضعف. يعني هي دليل كان قديش أنه، وكان أبي من الصناعيين يعني. أبي من الصناعيين اللي كانوا يشاركوا بالمعرض بالخمسينات. نعم. وبالستينات، حتى هاي الميدالية هو أخذها أبي. يعني هاي الميدالية وهي. يعني كمان حاضر معنا اليوم رمز من رموز دمشق، السيف الدمشقي. السيف الدمشقي، هذا السيف الدمشقي طبعا دمشق من 3000 سنة مزورة مشتهرة بصناعة الفولاذ الدمشقي والسيف الدمشقي. لازم ننوه انه هذا السيف يعني خلينا نقول تم افتتاحه كرمز باحد دورات معرض دمشق طبعا الدولي. وكان ينحط في اعلام الدول المشاركه كل سنه. تمام. هلا محطوط الامواج هي تبع الفولاذ الدمشقي، هيك تلاقيه مموج حاطينك تقريبا، بعتقد انه هالامواج. انا اذا بتسمحوا لي احكي انه على الدوره 59 اللي نجحت نجاح باهر جدا، احكي على الدوره 60. تفضل. أنا بتوقع العام القادم 2018 عام الحج لسوريا. نعم. حيزحفوا تجار وصناعيين والناس كلها حتزحف لدمشق وخاصة لمعرض ليشاركوا. بتوقع يشارك أكثر من 80 دولة ويمكن يكونوا 100 دولة. حتكون أضخم دورة، وأنا سمعت أنه المسؤولين حيبدأوا الاستعداد للدورة رقم 60 اعتباراً هاي دورة إن شاء الله نسميها. ممكن هنا مقترح أنه دائما دمشق، أنا كنت أقول للسائح أنه دمشق قلب العالم. نعم. وقل لهم سلامة دمشق من سلامة العالم، ولا العالم كلياته أدرك أنه لازم يحافظ على دمشق. نعم. وهلا اللي شاركوا وإجوا شاركوا 43 دولة، هدول حابين يحافظوا على قلب العالم. نعم. إجوا شاركوا لأنه هن خايفين، كانوا على حالهم خايفين هالقلب يصير له شيء. هذا القلب ما بيوقف. الشيء المميز كمان استاذ عبد الرزاق انه نحن انقطاع لمده 5 اعوام، هو هذا الرقم كمان ما نو قليل ومده زمنيه طويله. فعلا كان في مراهنه يمكن انه ترجع الحياه، يرجع الاعمار، الاقتصاد، وحتى بالنسبه لمعرض دمشق كمان كان في مراهنه. فمثل ما تفضلت وحكيت يمكن هو نجاح، هو الاقبال الجماهيري الكثير، الاعلام من كافه بلدان العالم يلي ضوى عليه، فهذا كمان يمكن نجاح بحد ذاته. طبعا انجاز. يعني لا امور، يعني هلا اذا بدك تحكي امور لا تصدق، هاي امور لا تصدق. مو قرص المعمول اللي ساووه، شوفوا هالناس اللي اجت، هذا لازم يسجل انه في معرض بيوم واحد زاروا تقريبا قريب المليون. نعم. حاولوا يدخلوا كلهم كما قدروا. يعني في معرض بالعالم مليون انسان يدخلوا له. نعم. قبل ما قرص العجوه يعني كمان طيبه مشهورة في أصل عشبة بالبرازيل. يعني لازم ننوه أستاذ عبد الرزاق، يمكن أنه السوريين لما كان في أقسام متعددة مثل ما بنعرف وأجنحة متعددة، الكل حاب يشارك بفكرة معينة بشيء معين. نحن صدفنا اللي حاولوا يدخلوا موسوعة جينيس من خلال أكبر قرص معمول، قالوا النكهة الدمشقية رح تكون متواجدة وإن شاء الله قريبا رح يتم تسجيلها بموسوعة جينيس. رغم كل هالظروف ما فينا ننكر كمان محاولات للدخول لموسوعة جينيس رغم ظروف الحرب. هي يمكن ثالث أو رابع محاولة لندخل موسوعة جينيس، سجلنا رقم قياسي من فترة وهلأ رح نسجل قريبا. فشو ما كانت المبادرة، المهم أنه نحن ما نوقف. طبعاً. ما نتوقف. هدول شركاء الجيش العربي السوري اللي عم ينجزوا هلأ هذا الإنجاز. هدول شركاء للجيش العربي السوري لا شك، هو الجيش العربي السوري بالمقدمة، وأنا عشت معه 3.5 سنين بداية الحرب، وبعرف هالجندي يلي لا طالب لا مال ولا منصب عم يقاتل، وهلأ روحه اللي استشهد روحه فرحانة. وأكيد نحن قلنا تحية للشهيد، وأنا قلت من زمان أنه تحية وعهد، العهد أنه نضل عم نشتغل. نعم. ونضل عم نعمل ونضل عم ننجز، وهذا الإنجاز روح الشهيد اللي هلأ حامي هون، أكيد حامي هون،
فرحانة، يعني ما نخزل روح الشهيد، العهد اللي قطعناه أنه السبب اللي استشهد من شانه أنه تضل سوريا باقية ومنتصرة وعامرة، وهي العمار وهي البشائر هي بقى. أنا بقول الدورة الستين لازم نجهز لها كثير، وبتمنى نعم. أنه يكون فيها معرض. على فترة الانقطاع صار بقلعة دمشق معرض وثائقي عن معرض دمشق الدولي. نعم. وصار معرض عنده هيك عملنا، رحت زرته أنا 4 مرات هيك تعمل لي إنعاش شوي. بتمنى أنه العام القادم يصير معرض وثائقي لكمان لمعرض دمشق، نوثق كل شيء، حتى في منتجات اللي كانت تباع، منتجات سورية راقية جدا تنباع بالأربعينات وبالخمسينات والستينات، نعرض بعض منا وموجودة عند الصناعيين، وأنا موجود عندي قسم منها، نعرضها كمنتجات، هي نحيي هالذاكرة، هي نحيي هالصناعة ونحفز الصناعي. هلا أجمل ما شفت هون إنه الصناعات، الصناعي الدمشقي والصناعي الحلبي، الحلبي اللي كان بالأبو عم ينتج خاصة صابون وغار، يعني هذا أعجاز. نعم. كله أعجاز، حتى الحرف اليدوية كمان. الحرف اليدوية أنا كنت أحد أسباب زيارتي، كنت دائما زور المعرض بزور أخذ نماذج من الحرف اليدوية، وعندي مجموعة كبيرة من الحرف اليدوية السورية، وكنت أخذ حرف يدوية دول كمان. نعم. المقابلة بقى إن شاء الله العام القادم بيكون أقوى بكتير، يعني أمور لا تصدق، يعني هو المعرض بحد ذاته يدخل جينيس بعدد الزوار الإنجازات، وإن شاء الله بيكون فرحة السوريين، فرحة الأطفال اللي فرحة. شفناها هلا هو أنا دائما بوصف معرض دمشق الدولي موسم الفرح. نعم. الفرح هو اللي رجع الفرح الحمد لله، وشفته على التلفزيون، وكثير انتم عم تغطوا الاعلام السوري مشكورين، الاعلام الوطني، حتى شفت محطات عالميه عم تغطي اجنبيه وعربيه، دائما عم يعني حتى اللي كان يكرهنا ما قدر يغطي، ما قدر يغطي نور الشمس. طبعا اكيد سوريا الشمس أكيد. الشمس باقيه ما حدا بيقدر يخفيها، وانا كنت دائما على محطتكم اللي بعتز اني بظهر فيها بعض المرات، كنت أقول الأمل وطن لأس خيانة، الموت حق، سوريا باقية منتصرة، ولا بقول مو باقية منتصرة، سوريا انتصرت. وقلت بأحد الحلقات وقت كان يوم أحد ونزل 60 قذيفة، وإذا بتتذكروا اهتز الاستديو، نالكم لا تخافوا من الموت، الموت عم يركع لقاسيون، الموت ركع لقاسيون تماما هلأ، واللي كانوا يستهزئوا بكلامي هلا عم يتصلوا فيه بيقولوا لي لا، الموت عم يركع لقاسيون وركع لقاسيون اكيد، وسوريا انتصرت باذن الله. تسلم تمك يا استاذ عبد الرزاق، نحن كثير سعيدين بهالصباح وهالكلمات اللي بتفائل وهي الذكريات، وبين ورق الجرايد والصور اللي رجعتنا يمكن كثير لورا، ورجعت حضرتك يمكن لاحلى اللحظات، ان كان بمعرض دمشق، ان كان بالاستعدادات، وان كان بكل جزء وكل ذاكره من هذا المعرض المميز. نحن كثير نتشكر وجودك معنا لليوم، ونتمنى دائما نستضيفك لحتى ناخذ منك احلى الاخبار والذكريات وهيك جرعه تفاؤل مثل ما بناخذ منك دائما. وانا بقول لكم القادم اجمل. أكيد دائما القادم أجمل. شكرا لوجودك، لهالذاكرة التوثيقية يلي رافقتنا اليوم، قريبا وبعد فترة رح ترافقنا ونكون عم نوثق سوا صور من انتصارات أخرى بفضل تضحيات الجيش العربي السوري، مثل المكان اللي نحن متواجدين فيه اليوم. شكرا لك. شكرا.